كمان بوابة الفجر قالت أنه بتقام يوم 12 من شهر إبريل المقبل قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ولا تقام في مصر خلال صيف العام الجاري 2019. الاتحاد الأفريقي عمل تصنيف للمنتخبات على النحو التالي: المستوى الأول مصر، البلد المضيف تونس، غانا، السنغال، الكاميرون، وكوت ديفوار، والمستوى الثاني المغرب، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، وغينيا ومالي. المستوى الثالث أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، وزيمبابوي، وموريتانيا، وأنغولا. والمستوى الرابع بنين، وبوروندي، وتنزانيا، وناميبيا، وكينيا، ومدغشقر. والمفروض أنه يتم سحب القرعة وهيقابل كل منتخب نظيره من المستوى الأدنى، مع تجنب عدم مواجهة منتخبين في نفس التصنيف. بيقع المنتخب المصري طبعا في التصنيف الأول نظرا أنه هو مستضيف البطولة، والقرعة أكيد هتوقع للبروتوكول المتعارف عليه على رأس المجموعة الأولى. وبيجاور المنتخب المصري في التصنيف الأول الكاميرون صاحب التتويج الأخير بلقب أمم أفريقيا 2017، بالإضافة لتونس وغانا والسنغال والكوت ديفوار. كمان جه المنتخب العربي الموريتاني في التصنيف الثالث إلى جوار منتخبات أوغندا وجنوب أفريقيا، بالإضافة لزيمبابوي وغينيا بيساو والمنتخب الأنغولي.